يعدل قد الرزق، يستلم الكرات، يتابع الكرات، ريباوند ولا اروع. محاوله ضاعت، تبقى من وقت 5 دقائق و58 ثانيه. على حرات الان الى عبد القادر الرزق، يا سلام ولا اروع. عبد القادر الرزق العكرمي، محسن يحاول من جديد، محسن يمر، يا سلام ولا اروع محسن ولا اروع. عبد القادر الرزق روعه. مبروك، يحاول يقل الكره الى عبد القادر الرزق. عبد القادر عمليه الدوران، يزحف ناحيه السله، ولكن كان في ضغط، لكن رغم هذا الضغط يسجل، رغم الضغط يسجل. اللاعب عبد القادر الرزق روعه. عبد القادر روعه، يلعب بشكل قوي. اللاعب عبد القادر الرزق يملك امكانيات رائعه جدا، طول قامه، تكوين بدني، كل شيء. عبد القادر لاعب رائع، فخامه في الاداء وروعه وعناقه في الاداء، روعه. عبد القادر الرزق. محمد نقل الكره الى عبد القادر. عبد القادر يحاول الدوران، يمر، يا سلام عليك يا عبد القادر. عبد القادر يشكل الخطر، عبد القادر يشكل الازعاج ده تحت سله الاهلي، يقدم مباراه ولا اروع. الان 8 نقاط لعبد القادر. عبد القادر هو ثاني افضل المسجلين بعد المامبا كين تالتكس. فعت على محسن، وشوف عبد القادر الرزق، يا عيني على عبد القادر الرزق. عبد القادر الرزق يستلم الكرات، يتابع الكرات، ريباوند ولا اروع. شوف المحاوله ضاعت الثلاثيه، لكن موجود برج المراقبه الاتحاديه، عبد القادر يسجل ولا اروع. عبد القادر الرزق ولا اروع. عبد القادر الرزق يقدم مباريات في غايه الروعه والجمال حقيقه. شوف عبد القادر، شوف روعه، يملك طول قامه متميز، يملك تكوين بدني رائع. اللاعب هاي يعني، والمتابعه من عبد القادر الرزق. عبد القادر الرزق واحمد الفلاحه، شوف المحاوله الاولى، وشوف المتابعه من عبد القادر الرزق ولا اروع. عبد القادر الرزق المبروك، يصوب يفقد المحاوله الثلاثيه، تدخل عن طريق اسعد يتابع هجوميا الى عبد القادر. يا سلام عليك، عمليه الدوران رائعه، عمليه الدوران، دار حول نفسه وسجل، سجل اللاعب عبد القادر الرزق. شوف الروعه، شوف الجمال، شوف التدخل، رائع. عبد القادر الرزق خلص الى 10 نقاط، ونقل الكره من رزق الى رزق، والمحاوله والتسجيل، سله لمصلحه فريق الاتحاد، يطالب عبد القادر الرزق. هذا اسعد شقيق عبد القادر. اسعد حاول، وعبد القادر كان جديد لفريق الاتحاد. نقل الكره بسرعه الى عبد القادر الرزق. عبد القادر ما زال يحاول ويسجل ولا اروع. عبد القادر حافظ على كورته بشكل رائع وسجل، اول نقاطه في هذه المباراه. حراث اخطر لاعبي فريق الاتحاد، حراث يضغط عليه، يدافع عليه نور الدين، يحاول ان يمنع، وهذه محاوله، ويا سلام المحاوله، ويسجل عبد القادر الرزق، يتقدم، يمر على الدرايف، يفتح اللعب بشكل جميل، كيك اوت والتصويب، وضاعت ومن سجلها؟ عبد القادر الرزق، سجلها عبد القادر يعني غير عادي، يسجل ويلعب بشكل هادي جدا، لا ينفعل، لا ينزعج، وهذا ما يمكنه. وايضا يعني حوار جميل نشاهده في هذه المباراة بين غيث وبين عبد القادر. عبد القادر الرزق يتعلق في السلة الثنائية، يصل بنقاط الى 9 نقاط. من جديد المحاولة لمصلحة فريق الاتحاد، محاولة للدخول، تمرير الكرة، يا سلام ما فيش كلام ولا اروع. عبد القادر الرزق 12 نقطة في رصيد عبد القادر، وسلم لي على الاسيست. الاسيست كان رائع وجميل عن طريق اللاعب محسن العكرمي. الاساسي لكل من الفريقين الملاحظة هو غياب كيرور روتش بسبب الإصابة بالنسبة لفريق النصر، وأيضا غياب محمد حراث بالنسبة لفريق الاتحاد. 17-6 نقاط التقدم نصراوي. هذه محاولة من عبد القادر الرزق تحت السلة، ويسجل، عبد القادر الرزق. عبد القادر الرزق سجل في غاية الجمال وغاية الروعة، لعب أنيق متميز. هذه محاولة، ويا سلام عليك يا عبد القادر الرزق. عبد القادر الرزق يسجل. إلى واشنطن باندفاع والالتفاف، ويصوب وش تتابع رزق، ممتازة رزق يرجع الكرة في السلة. متابعة ممتازة من عبد القادر الرزق. نتيجة 37 نقطة لكل فريق. شوف متابعة رزق بلمسة واحدة، يعيد الكرة إلى السلة. التوغل يمرر الى عبد القادر الرزق تحت السله، ينجح في التسجيل. اللاعب عبد القادر الرزق يضيف نقطتين لفريق الاتحاد، يصبح رصيد فريق الاتحاد. وبوسديره تعود لفريق الشباب. محاوله الدخول من اللاعب، تقطع من اللاعب عبد القادر الرزق، جيد القطع الاخير. تعود لفريق الاتحاد، يحاول تحت السله،
في المتابعة من جديد وينجح اللاعب عبد القادر الرزق فريق الأهلي بنغازي ياخذ الأسبقية الآن لاعبي فريق الأهلي بنغازي بفارق نقطة. عبد القادر الرزق يحاول الدخول ينجح في التسجيل ويتحسر على خطأ رمية حرة إضافية وخطأ بنغازي للنقطة العاشرة مقابل 8 نقاط لفريق الاتحاد 6 دقائق 53 ثانية وينجح في ثلاثية جديدة لفريق الاتحاد. ديكس كيندال ديكس يبحث عن ثلاثية في المتابعة محمود سعيد تحت السلة تقطع من اللاعب عبد القادر الرزق جيد الدخول الكرة مرة أخرى المحاولة من أحمد الفلاح أحمد إلى عبد القادر شوف عبد القادر بكل سهولة عبد القادر بكل سهولة سلة وأند ون سلة وأند ون لعبد القادر الرزق روعة عبد القادر الرزق عبد القادر الرزق محمد المبروك محمد المبروك الان يحاول الان المحاوله من احمد الفلاح احمد الفلاح تحت السله ينقل الكره الى عبد القادر عبد القادر يسجل 1000 نقطه الان للاتحاد 1000 نقطه للاتحاد الاتحاد يصل بنقاطه الى 1000 نقطه وحيد يدخل يمرر الان باتجاه عبد القادر الرزق عبد القادر الرزق وهوايته المفضله هوايته المفضله في الاقتراب والدخول بتدرج غير عادي حقيقه داخل المنطقه الى عبد القادر الرزق يمر ويسجل شو تايم ولا اروع شو تايم من عبد القادر الرزق يتعلق بسام دونكا في غايه الروعه اللاعب عبد القادر الرزق روعه عبد القادر يحاول المرور يفتح اللعب كيك اوت باتجاه محمد المبروك يا سلام لك قطعت المحاوله ترجع لعبد القادر الرزق في متابعه دفاعية أو هجومية عبد القادر رزق من جديد عبد القادر سلم الكرة إلى حراس حراس ينقل الكرة إلى عبد القادر ويسجل عبد القادر يصعد بالفارق إلى 14 نقطة الفارق